ربما في صبيحة هذا اليوم الذي أتبع خطاب قائد قوات الدعم السريع أمس، اشتدت المحاور القتالية بضراوة في عدد من مدن العاصمة الخرطوم، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. اشتد القتال هذا الصباح بشكل كبير للغاية، وشمل كل المحاور القتالية المألوفة. نستمع الآن إلى دوي انفجارات عنيفة في منطقة الخرطوم. هذا الصباح بدأ بقصف مدفعي مكثف من قاعدة وادي سيدنا العسكرية التابعة لقوات الجيش على مناطق وارتكازات لقوات الدعم السريع في مناطق جنوبي أم درمان، في منطقة صالحة والمهندس ومحيط سلاح المهندسين، منطقة الفتحاب وغيرها من الأحياء التي تجاور سلاح المهندسين. أيضا صوب الجيش مدفعيته تجاه مواقع للدعم السريع في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، بينما ردت قوات الدعم السريع أيضا بمدفعية ثقيلة تجاه بعض المناطق في منطقة سلاح الإشارة ببحري، بالإضافة إلى بعض المواقع التابعة للجيش في شمالي أم درمان. هذه المعارك لا تزال مستمرة. قبل قليل أيضا نفذ الجيش عبر الطائرات المسيرة غارات عدة على مواقع لقوات الدعم السريع هنا في منطقة شرق الخرطوم، فيما قال عدد من المواطنين في مناطق كرلي وغرب أم درمان وشرق النيل في منطقة الحاج يوسف أن بعض القذائف تتساقط على منازلهم، وهو ما أدى إلى حدوث إصابات في أوساط المواطنين. الآن هذه المعارك تدور رحاها بشكل كبير للغاية ومتصاعدة منذ صبيحة هذا اليوم. ربما أن هذا التصاعد في حدة المعارك جاء بحسب كثيرين إلى الحديث الذي أدلى به قائد قوات الدعم السريع أمس محمد حمدان تقلو. طيب، أيضا فيما يتعلق بتصريحات ديجلو محمد، يعني حيثيات هذه التصريحات، يعني هل صدرت بالفعل تصريحات من الجهة المقابلة من البرهان بتشكيل حكومة في بورت السودان وعلى أساسها تحدث بهذا الشكل ديجلو؟ نعم سيناريو، ربما كل الإشارات كانت تنبئ عن أن ثمة حكومة قادمة في منطقة شرق البلاد، وذلك لوجود عدد من الفاعلين في الحكومة السابقة أو في الفترة التي كانت قبل بداية الحرب. بعدد من القوى السياسية الآن موجودة في منطقة شرق البلاد، بالإضافة إلى كثير من الوزراء. إذا طاقم الحكومة أو كثير من حركات الكفاح المسلح التي هي كانت جزء من الحكومة السابقة تتواجد الآن في بورت السودان التي تم اتخاذها كعاصمة مؤقتة بديلة لمدينة الخرطوم. التصريحات دبلو ربما لم يصدر حتى الآن تصريح رسمي من مجلس السيادة أو من قبل الجيش، ولكن كثير من القوى السياسية والمدنية اصطفت في اتجاه هذه التصريحات وحذرت من مغبة تقسيم السودان. قالت قوى الحرية والتغيير عبر لسان ناطقها الرسمي جعفر حسن أن هذا يعد مؤشرا واضحا لتقسيم البلاد إلى دولتين، ودعا الطرفين إلى العودة إلى المفاوضات مرة أخرى. في ذات الأمر تحدث حزب المؤتمر السوداني عن أنه يجب على الطرفين أن يرجعا إلى مفاوضات جدة باعتباره المنبر الأكثر قدرة على حل مشاكل البلاد والوصول إلى تسوية سياسية ومن ثم قيام الانتخابات. أيضا تحدث تجمع المهنيين، هذا التجمع المهني الذي قاد ثورة ديسمبر خلال قبل 4 سنوات، تحدث عن أن السلطة القائمة هي سلطة أمر واقع، وقال أنه على الطرفين أن يتخذا موقفا يحد من اتجاههما نحو تقسيم البلاد في هذه الفترة بالذات.